اسمي محمود مجدي وبلعب في الخلديه تيم، واللاعب المفضل بتاع رونالدينو، وانا بلعب هنا عشان ابقى محترف يعني وكده. العب في الليغا تيم. انا اسمي محمود عبد الهادي، انا في الخلديه تيم، انا بلعب كره من 8 سنين، وانا جاي هنا عشان ان شاء الله احترف والعب في الليغا. هي لعبه حلوه، كل اكثر الناس يلعبونها، نراوي الناس مهاراتنا، نراوي الناس مهاراتنا ونسافر، نرفع من قبل، نفرح من قبل.